السلام عليكم ورحمة الله. أتكلم اليوم إن شاء الله عن الـ MDS، عن عائلة الـ MDS والفروقات بها وأنواع الموديلات ودعمها وتأثيرها بالداتا سنتر. مثل ما طرحت لكم بالفيديو السابق، تابعونا من CCT to CCIE داتا سنتر على صفحتي الثانية، على صفحة المهندس عادل الحميدي All Cisco Lab. اليوم راح اشرح لكم فتشي عن نتكلم شوي عن المرور. ما عنده اجازه خليه راح يطلع اجازه اليوم، هذا شوي شاق وياكم. اكو تكنولوجي يبدأ اقرب موضوع اللي هو الفيرتشوال اوتبوت كيوينج، الفي او كيو. هذا موضوع يعني مواضيع مهمة جدا. هو سوبرفايزر انجن. خلال تفاصيل الشرح هتعرفون على شنو انا اتكلم. هذه تكنولوجي موجودة تنطي اولوية للترافيك، فهي من خلال مثلا هذا الصورة، احنا هنا عندنا هذا، احنا بالانجليزي نسميه ستوب ساين او علامة القف بالعربي. فهو وظيفة هذا هو مو بروتوكول، هي مثل التكنولوجيا او هيك شيء، تنطي الاولويه للترافيك، انه تجمع الترافيك حتى لما يصير اي ازدحام تنطي على حسب الاولويه. يعني مثلا انت عندك ترافيك مثل هذه السياره الخضراء وعندك السياره الحمراء، فالاولويه لمن اول واحد يعني توقف بالتقاطع، فهذه السياره البنفسجيه اللي هي اول سياره وقفت بالتقاطع فالها الاولويه انه تصير يعني تطلع الاول. بعدين احنا لو كانت هذه السيارة الثانية اللي هي الحمراء لها الأولوية تطلع طبعا هي، وبعدين اكيد راح يكون الأولوية للسيارة هذه الخضراء. فقصد الكلام احنا حتى مو بس الشرح يكون بالانجليزي والمصطلحات هواية، هذا موجود هو تحت اي بي اكسبرت، تحت موضوع السي سي اي داتا سنتر، CCI داتا سنتر الريتنج بوت كام. هم شرحوا عن هذا الموضوع، فيحكي هنا يقول لك فير اكسس باند ويث مالتيبل انكريس للبورت، انه ينطى اولويات حسب كميه الترافيك اللي موجود من خلال الام دي اس. خلصنا من درس المرور، نبدا بموضوعنا. نروح الكتاب، كتاب 916. هذه عائله الام دي اس تحت هذه الموديلات، موجودة بهذه الأشكال. هذا الجدول هنا تقدرون تلقوها تحت 370 صفحة 370، تكلم لك عن الموديلات. بالسي بي تي ناقز هو شرح الموضوع كله بعشر دقائق، يعني يحكي الموضوع بشكل نظري أكثر، فلازم تكون أنت تستمع له بحذر حتى تعرف إيش يقول. بس أنا أخذت من عنده ملاحظات، زاد ملاحظات من الكتاب، زاد يعني الخبرة اللي موجودة. فالـ MDS تحتوي على موديلات الـ 9500 والـ 9124 9148 والـ 9222i. بالنسبة للـ 9500 اللي هي تحتها موديلات ثانية 9506 9509 والـ 9513، كل واحد من ذولي الـ 06 يدعم 192 فايبر شانل بورت، الـ 09 يدعم 336 فايبر شانل بورت اللي هو اوريدي ما حسب ما شفت على موقع سيسكو والكتاب ايضا انه هو اند اوف لايف اند اوف سيل، باقي الى دعم فني بسيط الحين ما ينتهي من السوق. بالنسبة لـ 9513 يدعم 528 فايبر شانل بورت. هذه هي بشكل عام كـ MDS. الـ MDS تتمتع بتكنولوجي اللي هي أو المواصفات خلينا نقول الـ Non-Blocking، اللي هي مثل ما ذكرت الـ VOQ. هذا اللي هي نقلتها من موضوع الـ يعني حضر بالـ Data Center Routing. ممكن تاخذون هذا الكلام تترجموه تفهمه اكثر مثل ما شرحت بالصورة على درس المرور، ان ينطي الاولويات للترافيك، يعني يقول لك بايرت ترافيك.
فيقول لك best effort to traffic، يعني ينطي أحسن أداء للترافيك حتى ما يصير عندك ازدحامات الترافيك. لما تكون عندك عدة طلبات مثل موقع فيسبوك، مثل موقع جوجل، فالداتا سنتر مالته عنده أولويات هواية. والأولويات اللي أنت لما تطلب في الصورة أو تكتب كومنت على الفيسبوك أو تطلب في البحث فهذا كله ويروح للداتا سنتر مال جوجل، يرجع لك بالنتيجة. فكو عدة طلبات على الداتا سنتر، فهذا هو موضوع الـ VOQ، ينطي أولويات وعلى حسب كمية البلد وعلى حسب التوقيت. يعني أنت لما يكون مثلا في أمريكا الناس نايمة، أنت تكون عندك الشرق الأوسط دنيا نهار، تبدأ الشركات الصبح، أنت تطلب داتا من الإنترنت، فينطي أولويات وينطي أولويات على حسب كمية الطلبات. كل ما تكون كمية طلبات، إذا مصر تطلب الأول طلبهم أكثر، فينطي الأولوية إنه يدز لها ترافيك أكثر، وهكذا. يعني اتمنى توصل انه هي فكرة ال VOQ، هي لها تفاصيل اكثر بالسي سي ام بي وتفاصيل اكثر بالسي سي اي اي. طبعا هذا هو يأثر على موضوع الباندويث، لانه الام دي اس تدعم 2.2 تيرابيتس، كل سويش تقريبا حوالي يعطيك 160 جيجا بيتس، من يسموه كومباين بعد جمع اللي هو انتر سويتش لينك. هذا الموضوع بالدروس الجاية شوي شوي نتطرق له. مجموعة الـ MDS تتمتع بالـ low latency، اللي هي يعني أقل الرمشة 3 مايكرو سكند أو أقل أو أسرع، حسب اللود اللي موجود على الداتا سنتر. الـ MDS أيضا تتمتع بالـ multi protocol، اللي هي الفايبر شانل والفايبر شانل اوفر ايثرنت، الاف سي او اي، عندك الفايكون، راح نتعرف عن الفايكون وشو تأثيرها ويا شوية مع أجهزة الاي بي ام. بالنسبة للفايبر شانل، اف سي اي بي اللي هو فايبر شانل اوفر اي بي، وتكنولوجي الاي سكازي. كذلك هو يدعم سكيلبل. بالنسبة للفيسان، مثل ما عندنا احنا الفيلان موجود باللان، فانت عندك هنا اللي هو ستورج اريا نتورك، انت ممكن تسوي فيسان حسب انت الاساينمنت او السكريبت اللي موجود عندك المطلوب تصميم هذا الداتا سنتر. طبعا بما انه احنا نتعامل مع سويتشات ونتعامل مع بورتات، فانت اكو سكيور، فهو يدعم البورت سكيورتي. كذلك يدعم ال HA، الهاي افيلابيلتي، دول فان، بدول باور سبلايز، دول لوكس، دول سوبرفايزر، دول يعني كل شيء. فعندك موضوع الهاي افيلابيلتي اول باول، رد فعله يعني رد فعله أسرع من رمشة العين. هذا يعني جانب نتكلم عنه بالنسبة لهذا الموضوع. بعدين نتكلم هنا، أنا كاتب شرط مرور اليوم، طلع لكم إجازة والسوق. السوبرفايزر ماجوال، عندك سوبرفايزر هذا اللي هو سوب وان هو سوبرفايزر، وأكو عندك سوب. يجيك سؤال بالامتحان يقول لك الفرق بين السوب 1 والسوب 2A، انا اشرت هذا بالاحمر. ال 2A كسكند جنريشن هو يدعم الفايبر شانل اوفر ايثرنت، فهذا هو جوابك بالامتحان. راح يعطيك عدة اسئلة، فانت اول ما تشوف سوب 2A يعني لا ترمش، صير اسرع من الام دي اس. 2A اللي هو يدعم فايبر شانل اوفر ايثرنت، عندك ان كروس بار فابريك. بالنسبة لل 9506 وال 9509، بالنسبة لل هذه اللي هي تتعامل مع سوبرفايزر، هذه الموديلات عندك ال انتر كراس بار فابريك. بالنسبة لل 9113 اللي هو 91، خليني اتأكد منه بالضبط، ال 91 العفو 9513، يتعامل مع هذه التكنولوجي. فالمقصود المقصود من موضوع انه انا كاتب هنا انه كشرط مرور، لانه هو ينظم عملية الترافيك. هذا السوبرفايزر ماجول ينظم عملية الترافيك، ينطي اولويات مثل ما موجود انت عندك الشرطة مرور موجود بالشارع، ينطي اولويات الترافيك حسب زحمة الشارع. اذا اكو ازدحام مثلا من جهة اليمين، يمشي مسار من اليمين، اذا حسب المنطقة، حسب اللود اللي راح يكون على المنطقة اللي موجودة. بالنسبة للـ MDS طبعا تتمتع أيضا
كفاميلي سوفت وير لايسنسز لها عدة مستويات بالنسبة لللايسنس، فموجودة الانتربرايز وموجودة السان اكستنشن اوفر اي بي باكيت، وعندك المين فريم. هاي تقدرون تدخلون على صفحة الام دي اس وتتعرفون على معظم اللايسنسز. وموضوع مو كلش قوي بالامتحان، بس هو لفكرة انه انت حتى تتعامل مع بيئة الداتا سنتر يكون عندك فكرة عن الموضوع. بالنسبة للموديلات الثانية اللي هي مثل أوضح الموضوع بهذا الشكل أحسن، والكتابة أكبر. عفوا تكلمنا عن اللايسنس. بالنسبة لل 9148، خليني أشوفكم شكله هنا بال 9148 اللي هو هذا السويتش. هذا هو كسويتش، يحتوي على 48 بورت، يحتوي على 48 بورت مثل ما قلت. هو 1 ار يو راك يونت فايبر شانل سويتش. بعض البورتات عنده 8 جيجا بت بورت. بالنسبة لهذا السويتش انه تقدر ترخصه على 16 بورت، 32 بورت او 48 بورت، انت حسب حاجتك للديزاين. او تقدر تسوي ابجريد طبعا بهذا اللايسنس بالنسبة للمجولات مالته على حسب حاجتك مثل ما ذكرت انت بالتصميم مالتك. اما بالنسبة لل اللي هو 9222i 9222i هو هاي برفورمانس ام دي اس، يدعم لغاية 16 فايبر شانل انتر سويتش لينك اللي هي اي اس ال. هذا التكنولوجي يتكلم عليه بالدروس الجاية ان شاء الله، لما نطرق مواضيع الفايبر شانل اوفر ايثرنت والفيرتشوالايزيشنز والفايكون وكل هذه المواضيع. فهذا السويتش له قابليات كثيرة جدا، فلكسبل. فلكسبل يعني انت مثل ما نقول بالعراقي نقول عليه طماطة، يعني بمعنى آسف للمصطلح بس يعني لتوصيل الفكرة. إلى قابليات انه تضيف وتشيل بورتات، يدعم سرعة عالية مثل ما تشوفون هنا بالكتاب موجود اللي هو 18 4 جيجا بيتس فايبر شانل بورت. يدعم السيف بالنسبة للجي باكس وهذه المواضيع. اكو هذا ديسكريبشن بسيط بالنسبة لهذا الموضوع، اكو تفاصيل مملة جدا بس هاي التفاصيل راح نعرفها احنا شوي شوي بالدروس الجاية، حتى ما يصير عندكم يعني كمية معلومات. احنا نريد نعرف العائلة والموديلات مالها والاحتياجاتنا لها بالراك. فهي الام دي اس بشكل عام تدعمنا بموضوع السان ستورج اري نتورك، وبعدين احنا شو راح نسوي الانتركونكت مع مع اللان وترتيبها بالراك وربطها مع البي سيريز والسي سيريز بالنسبة للبلايد سيرفرز. يعني الموضوع ان انت شو راح يصير ربط عندك بين الفايبر شانل وبين اليو سي اس بين اليونيفاي كومبيوتنج سيستم. هذا موضوعنا بسيط بالنسبة اليوم، هذه هي بشكل عام فكرة عامة. شوفونا دعمكم، شوفونا تعليقاتكم. اللي عنده سؤال اللي يقدر يكتب لي على الخاص او على الجروب، انا مستعد اجاوبه على اي سؤال يحتاج.